أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة ملف المختطفين في سجون الميليشيا وتبعات تدهور صحتهم نتيجة الإهمال ومنع أهاليهم من زيارتهم حتى في المناسبة والأعياد. طالبت أمهات المختطفين المبعوث الأممي والمنظمات الإنسانية بالضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن أبنائهن، وتحذر الأمهات من الأوضاع السيئة التي يعانيها مئات المعتقلين جراء التعذيب وتدهور ظروفهم الصحية نتيجة الإهمال ومنع أهاليهم من زيارتهم، داعية إلى وضع حد للمحاكمات غير القانونية التي يتعرض لها عشرات المختطفين في سجون الحوثيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل ملف المعتقلين والمخفين قصرا في سجون الحوثيين بلا حل؟ وماذا يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة والجهات الدولية لهذا الملف؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أبي الحبيب، العيد أقبل علي وحيدة من دونك، ملابس الجديدة قديمة في غيابك، وأحلامي الجميلة لن تتحقق وأنت بعيدا عني. للمرة الرابعة يا أبي. وللمرة الخامسة والسادسة، وعيد سابع وثامن يمر، وأطفال بدون أبائهم، أمهات بدون أبنائهن، ونساء بدون أزواجهن. ولم يكد يذهب عيد فطر حتى يمر عيد أضحى، وكثير من الأغاني لم تعد تونس مختطفين في قضبان اختطفت منهم بهجة العيد. إن اختطاف 52 مواطنا من قبل الحوثيين دون مسوغ قانوني ودون مراعاة أخلاقية، وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك وفي هذه الأيام المباركة من الشهر الحرام، يزيد من ألم معاناة أمهاتهم وذويهم. منذ سنوات يقبع مختطفون بدون تهم واضحة في صنعاء ومدن أخرى وحتى عدن، مهندسون وأطباء وعمال وآخرون، ويأتي عيد الأضحى وهم بعيدون عن أقاربهم في بيئة نفسية صعبة تمارس ضدهم كل صنوف التعذيب، ولا يسمح حتى لأهلهم بزيارتهم. تؤكد إحصائيات منظمات حقوقية أن آلافاً من المدنيين مختطفون في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، قتل بعضهم تحت التعذيب ونجا آخرون، لكن البقية ما زالوا رهينة الاختطاف القسري. وحتى شهود الحقيقة راصدوا الانتهاكات، الصحفيون اختطفتهم الميليشيا ومارست ضدهم كل أشكال الانتهاكات الجسيمة بعد أن دمرت مصادر رزقهم. نطالب منظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لإنقاذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المختطفين التي لا نعلم عنها شيئا في سجون جماعة الحوثي. حسبنا الله ونعم الوكيل. جراح المختطفين وألم أبنائهم وقهر أمهاتهم لم تقنع عالما بأكمله في الدفاع عن حقوقهم، بينما تحولت قضيتهم إلى ملف دولي في مفاوضات أممية ولجنة شكلتها الشرعية لمتابعة قضيتهم، في الوقت الذي أضحى فيه التحالف العربي شريكا في جريمة اختطاف مواطنين أتى لتحريرهم. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن تنضم إلينا من صنعاء عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أمل عبد الرحمن. بداية، كل عام وأنتم بخير سيدة أمل، عسى أن يكون العيد جاء بأفضل حال مما كانت عليه الأيام الماضية. كي أبدأ بالسؤال، كيف هو وضع المختطفين وما جديد مطالباتكم للمبعوث الأممي؟ أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، واليمن بإذن الله عز وجل في خير بإذن الله. في الحقيقة وضع ملف المختطفين كأي معاناة تمر ببلادنا، معاناة قاسية بكل معنى الكلمة، معاناة تد ألمها إلى الأم إلى الزوجة إلى الطفل الصغير. الأطفال في حالة ألم لا نستطيع إيقافه، اكتئاب وعزلة شعورية، ينظرون إلى الآخرين بنظرة أسى، ربما نظرة أسى ليست منفردة بالأسى بل مملوءة بالقهر، لأن من حولهم إما ساكتون أو مشتركون في هذه الجريمة تجاه آبائهم. هناك سجون تمنع زيارة الأهل، تمنع زيارة ومصافحة الصغار لآبائهم يوم العيد. الأمن السياسي لا يسمح بالزيارات من فترة طويلة، لم يسمح بدخول الماء ولا دخول الطعام المنزلي، مدعيا أن مرض الكوليرا ينتشر داخل السجن. السؤال الغريب العجيب، من سيكون أدق في نظافته؟ سجون تصنع الطعام داخل
ما نسميه نحن بالعامية البالدي، هذا الوعاء البلاستيكي تصطدعه لهم بدون عناية ولا اهتمام بالنظافة، أم الأم التي تطبخ طعامها بدمها وحبها وقلبها ومشاعرها؟ من الذي سيصيب هؤلاء بالكوريرا إن كانوا صادقين ولم تكن حجة فقط لمنع الأهالي من زيارة أبنائهم؟ إضافة إلى أنهم طوال الأعياد يمنعون الأمهات من احتضان أبنائهن في العيد، فممنوع الزيارات أيام العيد بدعوى أن مسؤولية السجن هم بين أهاليهم، فمن الضحية إذن؟ فليكن المختطف هو الضحية، لا يلتقي بوالدته، لا يحتضن ابنه، الابن الذي يسمح له رؤية والده في العيد في بعض السجون يراه من خلف الشباك، من الذي يمكن أن تحتضنه عيناه الصغيرتان في ذكرى هذه السنوات؟ من الذي يمكن أن يحمله طفل في العشرة من عمره أو الثامنة من عمره من ألم إذا كان وجه أبيه مشوشا بهذه الأسلاك الحديدية؟ المعاناة يا أخي مستمرة وتتزايد تتفاقم. اليوم الحمد لله سمعنا بصفقة تبادل رغم أننا غير مقتنعين بالتبادل نهائيا، لأن في الحقيقة التبادل يلغي الحق المدني لهذا المختطف الذي أخذ من بيته ومقر عمله، وإضافة إلى أنه ينفى بعيدا عن منزله يذهب إلى المحافظة التي تم التبادل فيها، فتضطر عائلته إلى اللحاق به لاجئة إلى محافظة أخرى، يفقد حقه في رد الاعتبار بين في حاركه وبين ناسه ومن أخذ من بينهم وجر بالمسلحين من أمامهم وهو يحمل المكان الاجتماعية المرموقة كيمني مواطن يمني قبل أن نتحدث عن المستوى التعليمي أو غيره. هذا التبادل 16 اليوم خرجوا بصفقة تبادل، هذه الصفقة بادرت بين هؤلاء المدنيين ومقاتلين اشتركوا في الحرب، سفكوا دماء وحاربوا، مدنيين حافظوا على السلام، تمسكوا ببقاء السلمية، حفظوا كيان الدولة المدنية مقابل مقاتلين. هل هذا ما تراه الأمم المتحدة صورة جيدة ومثلى للكيان القادم من اليمن للسلام المأمور في اليمن؟ هي بكل تأكيد صورة قاتمة جدا. هي بكل تأكيد صورة قاتمة جدا إذا ما كانت كذلك. لكن أنتم ما هي مطالبكم الآن الجديدة بالنسبة للمبعوث الأممي؟ ما هي التحركات الجديدة بهذا الخصوص؟ فقط سألمح لمسألة معينة. اليوم تبادل الستة عشر هؤلاء من حوالي 179 مختطف موجودين في الأمانة. الـ16 هؤلاء منهم فقط تقريبا 3 أو 4 مرضى من 98 مريض قدمنا بهم كشفا متكاملا إلى مكتب المبعوث الأممي الجديد. تحدثنا إليه بمطالبنا واضحة في أكثر من رسالة وأكثر من وقفة، أننا نريد أولا الإفراج أو بمعنى أصح إطلاق سراح المختطفين المرضى دون قيد أو شرط فورا قبل الحديث عن أي مساومات ومقايضات سياسية. إذا كان سينقل ملف المختطفين للمقايضات السياسية فاتركوا المرضى يتألمون بين أحضان أمهاتهم إذا سمحتم، أخرجوهم فورا، هذا التزام إنساني تتحمله الأمم المتحدة التي عاهدت 190 دولة في العالم لحماية حقوق الإنسان وترعى كثير من الأنشطة الإنسانية داخل صنعاء وغيرها، أن ترعى هؤلاء المرضى فقط من بين كثير من المشاريع الإنسانية التي تقوم بها في صنعاء وعدد من المحافظات مشكورة على أدائها الإنساني. هذا الطلب الأول. المطلب الثاني أن يتم إطلاق المختطفين والمخفيين قسرا، سواء كانوا لدى سلطات الحوثي أو كانوا موجودين لدى الدولة في عدن أو في سجون تديرها تشكيلات مسلحة تابعة للإمارات. أي ما يكون يتم إطلاق هؤلاء جميعا قبل البدء بأي كلمة سلام واحدة، قبل أن يجلسوا. هو أخذ التزام من جميع الأطراف بأن يطلق هؤلاء كوسيلة أو طريقة أو تعبير عن بناء الثقة بين الأطراف اليمنية. إذن أين هذه الثقة التي تبنى؟ 52 تم اختطافهم قبل أسابيع من عزلة الأهمور في مدينة أب. الكثير من المختطفين يحتجزون في داخل السجون تحت إهمال صحي متعمد وتعذيب ممنهج، تدخل المواد الأدوات الحادة بين ألوفهم.
منهم إلى حد الموت. يخرج مختطف، تخيل أنت يا وجيه، بالأمس خرج مختطف، ظلينا عاما ونصف ونحن نحاول له في المفوضية الثانية والصليب الأحمر ليخرج، لأنه يحتاج إلى 4 عمليات، واحدة منهم خارج اليمن بسبب التعذيب الذي تعرض له، ولم نستطع إخراجه. وهذه ربما قصة من قصص المقاتلين. نعم، وربما هذه قصة من قصص الكثيرين والكثيرين في داخل السجون. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة أمل. أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة، وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، كل عام وأنت بخير. بداية، عسى أن تكون بخير، لأن المختطفين والمخفيين قصرا ليسوا بكل تأكيد بخير في سجون معتقلات الحوثيين أو بقية السجون على يعني امتداد التراب اليمني. الكثير من المطالب والتحركات الحقوقية من أجل المعتقلين، لكن دون أن يتغير الحال ما يزال المعتقلين في سجونهم، لكن ليس هناك حل. ما الجديد لديكم أنتم كوزارة في هذا الخصوص؟ بداية، ورغم كل الأسى وكل ما تحدثتم عنه، نقول عيد سعيد ومبارك إن شاء الله، ولا يعود هذا العيد إلا وقد تغير الحال وتحررت بلادنا من كل هذه الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا ونشرت الألم والحزن في كل مكان. نحن في وزارة حقوق الإنسان نعتبر أن ملف المعتقلين هو ملف دائما ما نقدمه في كل المحافل الدولية والإقليمية، ونتعامل في هذا الموضوع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان والعديد من المنظمات التي نلتجئ إليها لتقوم بدورها من أجل تخفيف معاناة هذه الحالة، وأيضا نعمل من أجل أن يكون هناك عمل كبير لمحاولة إطلاق المعتقلين، بل إننا نضغط أحيانا لدى الجانب الحكومي من أجل القبول بعمليات تبادل تصل إلى عمليات تبادل، يعني نقدم أسرى ممن يتم أخذهم من الجبهات في العمليات العسكرية من أسرى الميليشيات من أجل الإفراج عن هؤلاء، وهم من أجل ذلك يزيدون من عمليات الاعتقالات لأنهم يستخدمونهم دائما لهذه العمليات من مبادلة ويضغطون علينا بهذا الجانب. لكننا نقول أن الإنسان هو أغلى ما يمكن أن ندافع عنه ونعمل من أجله. بالإضافة لما يخص المعتقلات الأخرى، توجهنا أكثر من مرة إلى وزارة الداخلية لكل ما يصلنا من شكاوى أو مظالم تخص معتقلين يمكن أن نعمل نقدر بشكل أو بآخر من أجل الإفراج عنهم والضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء. الآن لدينا بعض العمليات التي نجحنا فيها في الإفراج عن عدد من المعتقلين سواء في عدن أو في غيرها، لكن تظل إشكاليتنا الكبيرة هي المعتقلين، وهم طبعا بالآلاف لدى ميليشيات الحوثي. هذه تظل قضيتنا الكبرى، ولذلك نحرص في كل لقاءاتنا في جنيف مع الأمم المتحدة أن يكون معنا من يمثل رابطة أمهات المختطفين، لأننا حقيقة نعتبر أن هذه الرابطة هي أنبل ظاهرة يعني عايشناها كمجتمع مدني محلي في إطار هذه الأزمة التي تعيشها بلادنا وهذا الأسى الذي يتنامى ويتزايد كل يوم. أرجو تفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. بالعودة إليك السيدة أمل، يعني هل هناك مسلك لم تستطع وزارة حقوق الإنسان أو الجهات المعنية أن يذهبوا إليه في سياق الإفراج أو العمل على الإفراج على المختطفين في أي يعني أينما كانوا كما تفضلت بالحديث قبل قليل؟ في الحقيقة على وزارة حقوق الإنسان مهمة كبيرة جدا. نحن من خلال طرح قضيتنا وملفنا أمام جهات متعددة تفاجأنا أن هذه الجهات تجهل كثيرا. سأذكر لك شيئا مثلا واحدا فقط، عندما التقينا بلجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان هنا في صنعاء، والتقينا بها بصعوبة بالغة، لن أحدثك عن مقدار الصعوبة للحصول على هذا الموعد، وأيضا حصلنا عليه ونحن تحت التهديد كذلك،
والتقينا بهم وتحدثنا معهم وتفاجأنا بأنهم لا يعرفون حتى أسماء السجون الموجودة في صنعاء. تفاجأنا أنهم يعتقدون داخل سجن الأمن السياسي معتقل واحد فقط، مختطف واحد فقط، تخيل أنت ذلك. هذه القضية مجهولة لدى أطراف كثيرة، الكثير من الصحفيين العالميين أو الشخصيات المختلفة تتحدث إلينا وتندهش مما نقوله من معلومات. ما الذي يحصل وزارة حقوق الإنسان مع بالغ تقديرنا لها ولدورها؟ أيضا هناك ملفات مدعمة بالأدلة الكاملة والوثائق القانونية الكاملة، لماذا لا يدعم موضوع حماية الأشخاص والشهود في هذه القضايا وتقديم هذه القضايا لمحاكم تعاقب هؤلاء الجناة؟ حتى محاكم يمنية لم تقم بهذا الدور. تخيل أن هناك مختطفين قتلوا ومعروف من قتلهم بالاسم ولم تقدم عليهم محاكمة واحدة، يتقدمون للعدالة أمام القانون اليمني حتى هذه اللحظة. أمام وزارة حقوق الإنسان مسؤولية كبيرة. الملف أنا في كل جلسة وفي كل موعد ودورة لمجلس حقوق الإنسان أتابع مسار الملف وأجده ملف كل من يحملونه إما ناشطون أو مجموعة فقط من المتحمسين أو تحمله وزارة حقوق الإنسان، ليس بالقدر الذي تحمله آلامنا وأحزاننا، ليس بقدر الدموع، والله ليس بقدر الدم الذي نزل من ولد الإب داخل سجن البحث الجنائي، ليس بمقدار الدموع التي رأيتها في عين زوجته حينما بكت وتمنت ألا تعيش زوجة أخرى ما عاشت، ورغم ذلك عاشته زوجة أخرى أيضا وهي ما زالت عروسة في يوم دخلتها. هذا الكلام لم أجد. المطلوب من وزارة حقوق الإنسان الجدية أكثر من ذلك، تقديم الملف بقوة أمام كل الجهات، ألا أفتر لمراسلة كل السفراء، ألا تحدث الرابط أمام كل السفراء، أن آتي للحديث معهم وقد سمعوا وحصلوا وتحدث معهم ووضع الملف وأصبح في كل المجالس خاصة الدول الراعية للسلام. تخيل أنها لا تعرف شيئا عن ملفنا ولا تقدم دعما خاصا له نهائيا ولا تقدم وساطات لصالحه نهائيا، ماذا يعني ذلك؟ هذا سؤال مقدم للحكومة ولوزارة حقوق الإنسان مع تقديمنا طبعا لدورها أمام معاناة الأمهات المخفيين في عدن، حيث أطلقت بدعم قوي جدا من وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للأمهات هناك، والحمد لله تم الإفراج عن أكثر من 62 مخفي قسرا. لكننا أيضا لا نطمح لذلك فقط، نحن لسنا مجموعة أعداد، نحن حياة، من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا، نحن حياة بكل مفرد فينا. فالواجب أمام الحكومة كبير جدا، واجب قانوني، ما زال الدور ضعيف جدا، وأمامنا دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة، سننظر كيف سيكون الملف. إن كان الملف بقدر دموعنا ودماء أبنائنا فنعم ما بها وأحسن، وإن لم يكن فكل إنسان يتحمل تقصيره. أشكرك سيدة أمل عبد الرحمن عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا بالهاتف من صنعاء. قبل العودة إليك أستاذ نبيل عبد الحفيظ، أرحب بمن ينضم إلينا من مأرب الصحفي حسين الصوفي، وبالعودة إليك سيد نبيل، يعني الكثير من الألم كان في كلام السيدة أمل عبد الرحمن، وبكل تأكيد هذا ليس يعني فقط بالنسبة لها، هناك الكثير من الأمهات الذين يحملون يعني هذا العتب وهذا الأمل بدور أكبر للوزارة. ما الذي يمنع الوزارة من القيام بدور فعال أكثر في سياق يعني هذا الملف، الإفراج عن المختطفين، الضغط على ميليشيات الحوثي أو على من يختطف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟ داني، أقول في البداية يعني أنا أؤكد على أننا نقف إجلالا وتقديرا لكل كلمة من كلمات أمهات المختطفين، ومهما تحدثنا فلن نستطيع أن يعني نعطيهن حقهن في هذا الجانب. هنا تحدثنا بألم نحن نستشعره كثيرا، ونعلم ما يعتري هذه الأسر من آلام بالفعل، لأننا نجد في التقارير التي تصلنا لمن يتم الإفراج عنهم مما شاهدوه من آلام التعذيب وغيرها. لكن أحب أن أقول هنا، أولا فيما يخص الفريق الأممي المشكل من 3 أفراد الذين تم تشكيلهم في جنيف كلجنة لتقصي الحقائق، كنا حريصين جدا على
اللقاء معهم في عدن وكذلك اللقاء في شهر مارس الماضي، ولكننا حرصنا قبل أن نلتقي بهم أن يكون بجانبنا نحن ووزير حقوق الوزير محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، كنا في لقاء هؤلاء وأحضرنا معنا رابطة أمهات المختطفين بمن يمثلهن في عدن، وكان لقاء قدمنا فيه ليس تقريرا واحدا، هذا الكلام أقوله لأختي أمل ولجميع الأمهات، لم نقدم تقريرا ولا واحدا، ولكننا تقدمنا بخمسة تقارير إلى هذه اللجنة. عندما ذهبوا إلى صنعاء وقالوا أنهم لم يسمعوا بما قيل لهم في صنعاء من آلام، أقول تحدثنا بالكثير والكثير والكثير عن ما يحدث من في عمليات الاعتقال والإخفاء وغيره، والتقارير التي كانت بين أيديهم والتي استلموها منا في عدن كانت تحتوي على كثير من الحالات. هذا للتوضيح. نحن في عدن نحرص جدا على أن نكون إلى جانب الرابطة وإلى جانب كل أسر المعتقلين أو المختفيين، ونذهب إلى وزارة الداخلية ونذهب إلى كافة الجهات الحكومية من أجل العمل على الإفراج. وكما تحدثت الأخت أمل، تم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، وما زلنا نفتح صدورنا ونفتح كل مكاتب الوزارة لاستقبال أي شكاوى والعمل من أجل حلها. لكن تظل القضية الأساسية، بالفعل نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا، ومع ذلك يعني كل ما نقدر أن نقوله في هذه الأثناء هو أننا إن شاء الله أيضا في الآن في حضورنا لاجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نقدم إن شاء الله تقارير محدثة بحسب الأسماء والحالات، ونتمنى أن يتحرك معنا المجتمع الدولي. نحن نقول هناك إشكالية، هناك بطء استجابة من قبل المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية. حتى الآن نحن لا نشعر أن المنظمات الدولية تعمل بالشكل المطلوب. نحن نقول أن هناك من يعمل داخل هذه المنظمات الدولية على إضعاف هذا التوجه أو العمل من أجله، وهذا بالتأكيد ما يضاعف الدور وأهمية الدور الذي يجب أن تقدمه وزارة حقوق الإنسان. أشكرك وكيل الوزارة سيد نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب من جديد بك أستاذ حسين الصوفي، كل عام وأنت بألف خير. ما هو الذي ينقص ملف المختطفين والمعتقلين قصرا في سجون الحوثيين لأن يتحرك بشكل أكبر في سياق إخراجهم من هذه المعتقلات، أو على الأقل زيارة أهاليهم لهم في داخل السجون، أن يعاملوا بشكل يليق يعني وضعهم الإنساني؟ كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وجميع المشاهدين، وأيضا كل عام وأبطالنا الذين خلف قضبان، يعني نماذج للتضحية وأيضا نماذج للبطولة ونماذج أيضا ما يعاني شعبنا اليمني تجاه هذه العصابة التي احتلت هذا البلد. ربما سؤال وجيه أستاذ الكريم، وأنت تتحدث الآن وقبل دقائق كان يتحدث وكيل الوزارة عن الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، لو تحدثنا بشفافية وبصراحة مطلقة من حيث انتهى سعادة الوكيل، سنتحدث اليوم بأن يعني في خلال 3 سنوات هناك عقدت دورات متكررة لمجلس حقوق الإنسان، لم للأسف الشديد لم تحظى رابطة أمهات المختطفين، وهي الجهة الوحيدة وربما الجهة التي تقوم بعمل الحكومة وحكومات، لم تحظى بمقعد واحد في مجلس حقوق الإنسان على الإطلاق، لم يتم تمثيلها ولا تقديم أحد منهن إلى جنيف. يطرحنا هذه الأوجاع وهذه الآلام التي تعمل المنظمات الدولية على منعها وعلى قطع الطريق عليها. ثاني، هذا النقطة الأولى والجوهرية، أن الحكومة إلى الآن لا تتعامل بشفافية، لا تتعامل بمسؤولية، وأنا آسف على بعض المصطلحات لكننا نتحدث عن ملف حساس، لا تتعامل بمسؤولية كما يجب مع قضية المختطفين بالخطر الذي يواجهه المختطفون. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 130 ضحية قتل تحت التعذيب. هذا الملف لو تحدثنا به بعيدا عن الجانب الإنساني، لو تحدثنا الآن عن الجانب السياسي، هي ملف رابح للحكومة، ونعتذر للزملاء، نعتذر للمختطفين أن نتحدث بهذه اللغة التي أجبرتنا أو جرتنا إليها الحكومة. هذا ملف رابح،
ملف تستطيع الحكومة أن تقابل الابتزاز الذي تحدث عنه سيادة الوكيل، الابتزاز الذي يتعرضون له من المجتمع الدولي، وبدأ واضحا في مجزرة الحديدة، ثم حينما اتضح أن مجزرة الحديدة غير مجدية ولم تكن رادحة للمجتمع الدولي ولا الحوثيين، انتقلوا إلى مجزرة صعدة، وتم إصدار أكثر من 5 أو 7 إدانات دولية بشكل متتالي. هذه الإدانات لم نسمع منها إدانة واحدة عن واحد قتل تحت التعذيب على الإطلاق. لو قامت الحكومة بتفعيل ملف المختطفين من البعد السياسي، أنا أتحدث الآن على أن الحكومة لو قامت بواجبها من البعد السياسي بعيدا عن الجانب الإنساني الذي هو أصل القضية، والتي ذكرت الأستاذ أمل عبد الرحمن أنهم ليسوا أرقام، هي حياة، هم بشر، هم هؤلاء هم المجتمع، هؤلاء هم اليمنيون، هؤلاء هم الأحرار، هؤلاء هم الذين يدافعون عن الشرعية، لولاهم لما كانت الشرعية ولما وجد السادة الوزراء. لكن لو تعامل السادة الوزراء وأيضا وزارة حقوق الإنسان بالأساس وهي الجهة الأولى ومكتب رئيس الوزراء وغيرهم مع هذا الملف من الجانب السياسي كقضية كورقة رابحة، للأسف الشديد لاستطاعوا أن يخففوا هذا الضغط الذي يتعرضون له وتتعرض له الحكومة الشرعية يوما بعد آخر، وصفة تلو الأخرى من قبل المجتمع الدولي. لكن للأسف الشديد هم فرطوا في هذا الملف، ونعمل أن تكون الآن أن يتلافوا هذا الخطأ وأن يتم الآن تمثيل رابط أمهات المختطفين في مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39، وأن يتم أيضا تمثيل أنس الصراري الذي خرج مشلولا من سجون الحوثيين ليعلم قضية المختطفين هناك، أن يتم تمثيل أكرم القدني الصحفي الذي تعرض للتعذيب الوحشي في سجون الحوثيين وأكبر ذلك في كتابه، أن يتم تمثيل يوسف عجلان وعبد الله المليجي وإبراهيم الجحدري، هؤلاء طيب الصحفيين. أستاذ حسين، يعني في سياق هذه اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في الشهر القادم تقريبا، وكذلك هناك اجتماعات ومفاوضات متوقع أو مباحثات في جنيف متوقع أن تحدث، إلى أي مدى يمكن أن يكون الضغط ناجعا في هذه الحالة في سياق أن هناك تعنت من قبل ميليشيات الحوثيين، إذا ما يعني تحدثنا عن من هم معتقلين لديهم في هذا الملف بالخصوص، ولا يبادلون حتى هؤلاء المعتقلين إلا بأسرى حرب؟ الأكثر جرما أنهم لا يزالون حتى اللحظة يتحفظون على ضحايا، على جثث الذين قتلوا، الذين استشهدوا في قفص سجن الشرطة العسكرية، إلى الآن إلى اللحظة لا يزالون يتحفظون على الجثث، يقولون أنهم يريدون بدلهم أسرى من الحوثيين. يعني هناك جرائم تمارس بحق المختطفين. ما تحدثت عنه من هذه الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان وأيضا كل الخيارات المطروحة وكل الأطر وأيضا التفاهمات والمعركة الحقوقية إلى الآن لا تزال معركة مفرط بها، لا تزال معركة مهملة. للأسف الشديد هناك ضعف من قبل الحكومة في توظيف هذا الملف. لو أردنا أن نتحدث بشكل إنساني لقلنا أن هناك واجبات والتزامات لدى المجتمع الدولي، لكننا نتحدث الآن عن معركة عن انتهازية يقوم بها الأمم المتحدة ويقوم بها المجتمع الدولي بشكل فاضح وبشكل صارخ، وتوظيف الملف الحقوقي من أجل انتزاع مكاسب سياسية وأيضا تقديم الدعم للحوثيين. هذا الملف يجب أن تقوم به الحكومة بشكل عادل، يجب أن يتم تشكيل لجنة طارئة. هذه اللجنة تقوم، وهي للأسف الشديد في كل الدول التي تخضع للاحتلال، مثلا في فلسطين هناك وزارة لشؤون الأسرى، في الكويت حينما احتل صدام حسين كان هناك لجنة لشؤون الأسرى، لكن اليمنيين لا يوجد لهم إلا وزارة حقوق الإنسان، ولم تفرد لهم لجنة خاصة لتتابع ملفهم أيضا لتكوين قاعدة بيانات. للأسف الشديد حتى اللحظة لا يوجد لدى وزارة حقوق الإنسان قاعدة بيانات عن الذين قتلوا تحت التعذيب. هذه كارثة من الكوارث، يعني ناهيك عن تقديم الملفات إلى مجلس حقوق الإنسان أو إلى المجتمع الدولي. كنا نتمنى أن يتم مخاطبة المبعوث الأممي بشكل واضح ومباشر من قبل دولة رئيس الوزراء بشكل مباشر وصريح للمبعوث الأممي حينما زار صنعاء، أن يقوم بالزيارة إلى سجن الأمن السياسي الذي يطبع فيه نحو 15 صحفيا تحدث عنهم العالم أجمع، كل المنظمات والاتحادات الصحفية تحدثت عن هؤلاء وطالبت بالإفراج عنهم، ولكن هذه النداءات والمطالبات لم تلقى من يقوم بالدفاع عنهم من قبل الحكومة. هذه إذا ولربما يكون العمل على اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة هو حل أو مفتاح لجهد أكبر وأنجع في هذا السياق. أشكرك
الصحفي حسين الصوفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وتقبلوا تحياتي وتحيات زملاء في طاقم العمل الفني والتحرير والزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة. في أمان الله.